الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اعزائي المشاهدين متابعي قناه الانيس احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله سنتكلم تبعا لموضوع صلاه الجماعه عن اداب المشي الى الصلاه. أنت أيها المسلم أنت مسلم يا من أدركت قيمة صلاة الجماعة إذا أردت أن تذهب إلى المسجد فهناك آداب طبعا أفضل للمسلم أن يذهب إلى المسجد وهو يمشي هناك آداب سماها العلماء آداب المشي إلى الصلاة الحمد لله ديننا دين كامل ربي سبحانه وتعالى علمنا الاداب في كل شيء حتى في الاداب الى المشي الى الصلاه لان هذه عباده عظيمه جدا هذه مفخره والله مفخره فانت كل يوم خمس صلوات تذهب الى المسجد اريد ان يكون ذهابك الى المسجد كذهاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الموفق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لهذا العلماء كتبوا كتبا في اداب المشي الى الصلاه اول ادب احرص اكتب معي هذه الادب سامليها عليك ادبا ادبا واجعل هذه الادب في جيبك وطبقها وكل يوم حاسب نفسك على فعل هذه الادب وتذكر قول عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا اول ادب ان تتطهر في بيتك ماذا بك تتوضا في بيتك وضوء كامل تسبغ الوضوء كل عضو تعطيه حقه اتدري ما هو الجزاء اذا تطهرت في بيتك وكان وضوءك وضوءا كاملا اذا ذهبت الى المسجد كل خطوه تخطوها خطوه واحده اذا رفعت الخطوه يرفع لك درجة وإذا وضعت خطوة يحط عنك خطيئة كل خطوة يرفع بك درجة ترفع لك درجة ويحط عنك خطيئة هذا إذا تطهرت في بيتك طهارة كاملة الأسف كان بعض الناس دائما نشوفوه يتوضا في الميضة على المسجد نعم هذا أمر جائز مشروع لكن الأفضل للمسجد للمسلم أن يتوضأ في بيته اللهم إلا إذا كان مثلا مرتبط بعمل يعمل وأدركه وقت الظهر يتوضأ في المضاعة هذا ما الأفضل ثانيا الأدب الثاني إذا اللولا تتطهر في بيتك أن تبكر إلى المسجد تبكر المسجد نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المبكرين إلى المساجد والسابقون السابقون والله هذا هو هذا هو الخير العظيم الذي ينبغي ان يتنافس فيه المتنافسون والله انا احيي كبار السن والله خير منا يبكروا المسجد ما شاء الله تبكر الى المسجد حتى تنال فضيله الصف الاول وحتى تنال فضيله انتظار الصلاه الى الصلاه وحتى تدرك تكبيره الاحرام اذا تبكر المسجد ثالثا اسحب معك ولدك او اهلك كي تروح تصلي للمسجد دي معك ولدك ابنك اديه للمسجد معك وهذا بيك وانت ماشي لقيت جارك في الطريق اديه معك كان وقت الصلاة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فلما تجي ذهب للمسجد تدي معك ولدك بالطبع الآن انت راك توضيت في البيت وراك باغي تبكر المسجد وغادي تدي معك ولدك تلبس احسن الثياب تلبس القميص ما تروحش في توب العمل البس القميص والبس العراغية ما شاء الله وتعطر لانك ستذهب الى افضل بيت بيت الله عز وجل احب البقاع الى الله مساجدها وستلتقي بافضل الناس وهم المصلون الصالحون تذهب للمسجد تخيل وترك ماشي المسجد لابس قميص ابيض والناس منك العطر والله هذه دعوه انت قاعد ما للناس لكن دعوه انك تدعو الناس يلا افعلوا مثل فعلي البسوا القميص الابيض وبكروا الى المسجد وتعطروا باحسن العطور لان الله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا اردت ان تخرج من البيت لا تنسى ان تقول دعاء الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله توضيت في البيت بكرت للمسجد لبست احسن الثياب راك داير معاك ابنك خوك وتقول اللهم اني اعوذ بك ان اظل او اضل أو أزل, او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي شحال هذه الاذكار ما نقولوهمش 60 عام نصلوا ما نعرفوش هاد الاذكار حس المسلم ديره في جيبك والله اذا كنت كل يوم في خمس صلوات تقول هذه الاذكار في اسبوع تحفظها بعد هذا هناك دعاء الذهاب الى المسجد لما تكون ماشي للمسجد كاين دعاء هذا الدعاء اللي تحفظه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا يا رب العالمين وهذا الدعاء يظهر امامكم امام الرابط ستقرؤونه ان شاء الله هذا دعاء عظيم دعاء عظيم جدا وأنت ذاهب إلى المسجد لا تذهب وأنت تسرع ما تروح للمسجد وأنت تسرع تذهب إلى المسجد وأنت تمشي بسكينة وبوقار روح تمشي بسكينة ووقار بطمأنينة هذه هي صفات عباد الله قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كيتمشوا على الارض يكونوا متواضعين ويتمشوا بطمأنينه ما تمشاش وانت تسرع ومتموتش. تماوتش كما قال لقمان لابنه واقصد في مشيك اذا تمشي الى الصلاه بسكينه طيب واحد يقول كون نمشي بسكينه غادي تفوتني الصلاه كان لاسيما بعض المساجد نسمعوا الصلاه عن طريق مكبر الصوت ما يهمكش اذهب الى المسجد اذهب عفوا الى المسجد وامشي بسكينه ولو فاتتك تكبيره الاحرام ولو فاتتك الركعه الاولى ولو فاتتك الصلاه لان هذه هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما تسرعش ولهذا احنا بعض المرات كي يكونوا صلوا يجي واحد يصلي حداك حتى تسمع النهجة تاع النفس تاعه هذا خطا هذا من الاخطاء كذلك وانت ذاهب الى المسجد لا تشبك بين اصابعك لانك اذا تطهرت في بيتك ثم ذهبت الى المسجد فانت في صلاه حتى ترجع الى بيتك ما توضيت في بيتك و رايح المسجد راك شغل في صلاه فلا تشبك بين اصابعك التشبيك بين الأصابع في أثناء الذهاب إلى المسجد منهي عنه بعض العلماء قالوا مكروه وبعض العلماء قالوا حرام كذلك إذا كنت في المسجد تنتظر الصلاة ما تشبكش بين الأصابع تاعك كي يسلم الإمام في أثناء الصلاة ما تشبكش بين الأصابع بعد ما يسلم الإمام يجوز تشبك بين الأصابع وأنت ذاهب إلى المسجد اذكر الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم حتى تكون ممن قال الله فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أنا أعرف من يقرأ ورده في أثناء ذهابه ورجوعه إلى المسجد يعني وبين البيت وبين المسجد خمس دقائق خمس دقائق في الذهاب وخمس دقائق في الإياب عشر دقائق يقرأ حزب يقرأه من حفظه تخيل في خمس صلوات يقرأ خمس أحزاب لكن نحن نضيع وقتنا كاين اللي وهو ذهب الى المسجد يستغفر الله يقول لك عندي ما بين البيت والمسجد نستغفر 200 مره ما شاء الله يعني في اليوم يستغفر ألف مره استغل وقتك في اثناء الذهاب الى المسجد بان تذكر الله سبحانه وتعالى فاذا وصلت الى المسجد لا تبقى خارج المسجد يعني بعض الناس يبكر المسجد بعد وين يوصل على المسجد يبقى خارج المسجد لا ادخل الى المسجد المسجد أفضل البقاع إذا وصلت إلى المسجد لا تبقى عند باب المسجد بل أدخل إلى المسجد لأنك إذا دخلت إلى المسجد غادي الملائكة فيما بعد تستغفر لك لأنك أنت تنتظر الصلاة فهذا من الأخطاء بعض الناس نشوفوهم يقعدوا قاعدين عند الباب تاع المسجد ويقالوا حتى تقولوا الناس يقولون قامت الصلاة قامت الصلاة هذا خطأ فإذا دخلت إلى المسجد أدخل برجلك اليمنى واعطيك فائده عظيمه. ادبين قل من يفعلهما، انت غادي تدخل المسجد، غادي تنزع النعل تاعك وغادي تدخل للمسجد، والسنه انك اذا نزعت النعل تاعك تبدا بالنعل اليسرى، واذا دخلت الى المسجد تبدا بالرجل اليمنى، فبعض الناس مباشره هو راه داير باللي يقدم رجله اليمنى ماذا يفعل؟ ينزع النعل اليمنى، لا انزع النعل اليسرى وقدم الرجل اليمنى. وقول الدعاء اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك واستشعر انك تدخل افضل بيت وهو بيت الله سبحانه وتعالى ويعجبني في بعض المساجد ما شاء الله عند الباب تاع المسجد معلقين هذا الدعاء يعني في لائحه صغيره حتى الناس يتعلموا هذا الدعاء فاذا دخلت الى المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين هذا بيت الله هذا مشي كما سائر البيوت هذا ليس كسائر البيوت ليس كبيتك ليس كالفندق ليس كالشارع تصلي ركعتين لله عز وجل قال عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين صلي ركعتين تعظيما لهذا البيت فاذا صليت ركعتين وما زال يعني لم تقم الصلاه وش تدير وانت راك جالس تنتظر الصلاة راك جالس فقط الملائكة تستغفر لك الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة واش يدعو لك اللهم اغفر له الله اللهم ارحم مشي ملك ولا ملكين ملائكة يدعو لك باسمك اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلان في هذه الفترة راك تنتظر إقامة الصلاة ادعو الله عز وجل الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب اذكر الله عز وجل بعض الشباب يعجبني ما شاء الله يقرا القران الكريم يقرا هذيك 10 دقائق بين الاذان والاقامه يقرا فيها القران يقول لي انا اقرا جوج حزاب متى بين الاذان والاقامه بعض الناس ما شاء الله ينفل بعض الناس يقضى كتاب ويقرا كل يوم يقرا حديث 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 في يوم يقرا خمس احاديث يعني مر عليه شهر يقرا 150 حديث يعني في 10 شهور 1500 حديث ربما في ربع سنوات يخدم صحيح البخاري أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لتطبيق هذه الآداب تخرج أنت متوضي تبكر تلبس أحسن الثياب تدي معك أهلك تقول دعاء الخروج من المنزل دعاء الذهاب إلى المسجد تمشي بسكينة وقار لا تشبك بين أصابعك استغل وقتك في ذكر الله عز وجل اذا وصلت ما تبقاش الخارج ادخل الى المسجد قدم رجلك اليمنى قل دعاء دخول المسجد صلي ركعتين واستغل وقتك بين الاذان والاقامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم